من أجل تعويض غياب دور الشباب في عدد من البلديات الصغيرة، ارتأت الجمعية الولائية البدر بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بتلمسان أن تنقل دار الشباب بمختلف ورشاتها إلى شباب هذه البلديات. بمقاربة هي أن يكون التنشيط غير بعيد عن الابتكار. دار الشباب المتنقلة تهدف إلى تقديم خدمات وأنشطة ثقافية وترفيهية مجانية للأطفال والشباب، قصدها تحسين الحياة الثقافية والترفيهية للشباب والطفولة. نشاطات ترفيهية وتثقيفية وأخرى رياضية وأشغال يدوية ميزت الفعالية التي استقطبت جمهورا غفيرا. عجبني بزاف هذا دار الشباب، وإن شاء الله يديروا لنا دار شباب في هنا في بوحلو باش نستافدوا أكثر ونتطور. عجبوني النشاطات اللي داروهم لنا هنايا أكثر، خاصة التصوير. يديروا لنا الشباب، عجبتني بزاف هذيك تاع النجارة، إن شاء الله يعاودوها لنا، والحمد لله يا ربي، وزيد إن شاء الله نشاطات أخرين. عجبوني النشاطات هذا اليوم، لعبت مع صحابي بابي وكرة السلة أشغال يدوية والرسم، وكانت ما شاء الله وكانت من يعود لها مرة أخرى. دور كبير تلعبه دور الشباب في اكتشاف المواهب وصقلها والأخذ بيد جيل الغد نحو الأفضل، وهو ما نجحت به بامتياز جمعية البدر من خلال مبادرتها.